بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الدفاع استدعاء الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الجمعة 26 5 شرطة 2023 واحد شرطه اتساقا مع الظروف التي فرضها التمرد واستهدافه للمواطنين الشرفاء الابرياء واستخدامهم كدروع بشريه مع نهب ممتلكاتهم واحتلال منازلهم اضافه لعمليات الترويع والاذلال مع تعطيل الحياه العامه من خلال استهداف مراكز الخدمات المياه الكهرباء المستشفيات والبنية التحتية البولت مع نهب لنوك وحرق الأسواق والمطارات والوزارات وخل الفوضى بتحرير المساجين واحتل أقسام الشرطة ومقار جهاز المخابرات العامة اثنان شرطة دعما للجهد العسكري الكبير الذي تبذله القوات المسلحة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار فقد تقرر استدعاء كامل لكل ضباط وضباط صف وجنود معاش القوات المسلحة لدعم الجهود العسكرية حسب الآتي الضباط وضباط الصف والجنود الذين لا تزيد أعمارهم عن الخمسة وستين عام بر اللياقة الطبية والبدنية والقدرة على حمل واستخدام السلاح جو التبليغ يكون لأقرب وحدة عسكرية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 تسعة مايو 2023 ميلاديا